السلام عليكم، كديري؟ لاباس. غنصاوب معاكم المقلوبه، غنحتاجو في المقادير ديالها. المقلوبه فلسطينيه، غنحتاجو في المقادير كيلو ديال اللحم، ها هو منقي ومغسول. غنحتاجو الشيفلور، غنحتاجو الدنجال، ها هو غادي نقطعوه حتى هو، غادي نقليوه في الزيت. والبصله تقريبا جوج ديال البصلات كبار، انا حيت هادو عندي صغار درت ثلاثه. غنحتاجو في العطريه الملحه والابزار والكمون، صافي هادشي اللي غادي نحتاجو. والشعريه غادي نقليوها في الزيت حتى هي واحد ضامه ديال البنه ديال اللحم. عندنا هنايا كيلو ديال الرز منقوع في الماء، غادي نصفيوه وغادي نخدموه به. عندنا شيفلور غادي نردو اللحم يطيب يتقلى، من بعد غادي ندوزو نقطع معاكم الشيفلور والدنجال، نوريكم الطريقه ديال التقطاع كيف غادي نديرو لها باش نقليو. ندوزو دابا على بركه الله، غادي نضيفو اللحم. بسم الله، الى عندكم اللحم الغنمي كتجي فيها لذيذه، كاين اللي ما كيبغيش اللحم الغنمي تيدير اللحم ديال البقره. غنضيفوا الملحه والكمون والابزار. غنضيفوا الزيت، غنضيفوا غير شويه ديال الزيت، وحيت عندنا اللحم فيه شويه شحمه، وعندنا الدنجال غنقليوه في الزيت والشيفلور حتى هو غنقليوه في الزيت، يعني ما نديروش الزيت بزاف. بعد ما قطعت هذيك البصله غنضيفها حتى هيايا. دابا ضفنا اللحم والكمون والملح والابزار والبصله، صافي غادي ندوزوها تقلى ها نتوما معايا. ها هو اللحم ديالنا، غادي نقليوه هنايا فوق البوطه، وغادي نبللو عليه الماء، يعني غادي نديرو ليه الماء اللي القياس اللي غيطيب فيه حتى الرز. غادي نديرو الماء تقريبا، غنديرو الماء كثير باش يطيب فيه حتى الرز. دابا غنخليوها تتقلى، غادي نغطيو عليها ونمشيو نقطعو الخضر. غنقطعو الدنجال على هاد الطريقه هذه اللي غنوريكم. نقطعو على الطريقة، نقطعو عرض. هذه الطريقة غادي نتقطع الدنجال. هانتوما غيتقطع على هاد التقاد، غنديروه في اناء، غنديروا عليه الملحه باش كتعرفوا الدنجال دغيا كيزراق. غنديروا فيه شويه الملحه هكا وغندوزو نقليوه. صافي على هاد الطريقه وغادي ندوزو نقليو. غادي نقطع معاكم الشيفلور باش تشوفوا الطريقه اللي غندير فيه كيفاش غادي يتقطع. نديرو الشيفلور ديالنا على هاد التقاده هاكا. حنا غادي نمشيو نغسلوه ونصفيوه ونقليوه. انا غنوريكم الطريقه كيفاش كيتقلاو الدنجال. ها هو الدنجال ديالنا تنقليو فيه، خاصنا نحمروه على الطريقه هذه.
غناخذ واحد شويه ديال الزيت غادي نقليو فيه هاد الشعريه هاد، نديرو فهاد المقله هادي الصغير. خليو تيسخن ونحمرو فيه هاد الشعريه. هاي من بعد ما تقلات لنا الشعريه درنا لها غير قطيره ديال الزيت، هاي تحمرات غنحيدوها. بعد ما تحمرات نخليوها هنايا فهاد فوق الكاريط حتى تنشف. ها هو الشيف لور ديالنا تيتقلى. كيتحمر نحيدو. كانو كنغطي حيت كيبقى يطبطق، تيبقى يطيح ليا الزيت هنايا. حنا رجعنا من بعد ما طابلينا اللحم، غناخدو اللحم ديالنا ها هو، غادي نحطوه في الطنجرة ديالنا هنايا. حنا قلينا الدجاج، قلينا الشيفلور، الرز ديالنا موجدينو، غناخدو غير اللحم غنضيفو ديك الشعريه غنضيفوها على الرز. بسم الله. نخلطوها مع الرز كتجي على هذا الشكل هذا. نضيفو الدنجال. نضيفو الشيفلور. من بعد غنديرو الرز. نحاولو نديرو هاد الشيفلور هنايا في الجناب، نديرو في الجناب باش نلقاو فين نحطو الرز، حيت أنا عندي هاد الطنجرة شوية صغيرة مغارقاش، خاصها تكون الطنجرة تكون غارقة. بسم الله. نضيفو الرز ديالنا على هاد الشكل هدا. دابا غنضيفو هذيك المرقة اللي بقات لي هنا ديال اللي طاب فيها اللحم، هذيك هي اللي غنضيفوها. بسم الله. هاد المرقة هي اللي غيطيب لينا فيها الرز. وانتوما كطيبوا فيه وانتوما تضيقوا الضوق على حسب الملحه وهذا. هذيك الضامه ديال البنات هي غادي نديروها من الفوق باش كتعطي واحد اللذه زوينه تايبه. دابا غادي ندوزو نحطوها فوق النار ديالنا حتى يطيب لينا الرز ونوريها لكم في النتيجه الاخيره.
ان شاء الله. وما تنساوش لي لايك وتابوناو عندي فمي الومنيوم عليها. ها هي بحال ما هكا غنغطيوها وغنخليوها فوق البوطه. ملي تشوف فيها تتغلى نقصي عليها البوطه على الحد ديالها باش يطيب على خاطر. ها هي من بعد المقلوبه من بعد ما طابت نقلبها قدامكم. غنقلبوها هنا في الطبسين. بسم الله. خاصني نشد نفسي واحد جوج. يلا بلاتي نقلبها. بسم الله بسم الله. اوب صعيب اش ندير. واو ها المقلوبه ديالنا تاكلوها بالصحه والراحه. كنتمناكم تجربوها وتردوا عليا. راه سهله الطريقه سهله كتجي جديده. هاي المقلوبه ديالنا.